التصادم ليس لأسباب إيديولوجية ولا لأسباب خلفية دينية، لأنه مثلا قيس سعيد له مواقف دينية متطرفة أكثر من حركة النهضة. سعيد بادر إلى اختيار هشام المشيشي الذي كان في تلك الفترة وزيرا للداخلية، لكن هشام المشيشي بعد فترة، بعد أقل من شهر، ساءت علاقته بالقصر، لأنه كانت هناك، يقال، أنا لست على علم، يقال أن هناك كانت هناك تدخلات من قبل القصر للضغط عليه لتعيين بعض الشخصيات المقربة من القصر، فساءت علاقته بالرئيس قيس سعيد، وبالتالي لنقولها علنا ارتمى في أحضان حركة النهضة. التصادم بدأ لما بدأ راشد الغنوشي يتطاول قليلا أو يأخذ قليلا من صلاحيات رئيس الدولة، وخاصة في المجال، لأنه صلاحيات رئيس الدولة يحددها الدستور بالدفاع والخارجية.